على كل الاحوال، وبرضه في سياق متصل واستكمالا للكلام اللي نهاوند كانت بتقوله، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي اكد ان الفوز على المريخ يعتبر خطوه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، خصوصا وانه دخل المباراه وهو لا يمتلك سوى نقطه واحده فقط في رصيده. قال دوري الابطال هذا الموسم سيكون صعبا للغايه، ومستويات الفرق متقدمه جدا، والحصول على اللقب لن ياتي سوى ببذل الكثير والكثير من الجهد. تعليقا على ضياع يعني عدد من الفرص، قال كابتن سيد عبد الحفيظ هذه هي كرة القدم، وان قال يعني ان هو مش هيتكلم كتير عن إمكانية حصولنا على ركلة جزاء دلوقتي، خلاص احنا اغلقنا صفحة مباراة المريخ ومش مركزين حاليا غير في المباريات المقبلة. على كل الاحوال تعالوا نشوف ونسمع مع حضراتكم جانب كده من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وبعديها نرجع نكمل. اتفضل. هي دي كرة القدم، لازم يبقى نفس التركيز نفس الإصرار نفس الحماس اللي الفرقة هتقابلك بيه، انت كمان يبقى عندك نفس الموضوع ده. يعني الحمد لله على كل شيء، يعني مباراة كانت صعبة وكانت مهمة ان احنا ناخد فيها 3 نقاط عشان نبقى متواجدين بشكل افضل في الترتيب. يعني هنقفلها لان ده الطبيعي جدا، وهنركز محلين وفرقين ان شاء الله الرحمن يوم الثلاث والسبت الجايين باذن الله. كابتن سيد دايما ليك كلمة مشهورة ان كل يوم كرة القدم بتدينا دروس، النهارده تتقدم بهدفين، المباراه ما خلصتش، النهارده فريق المريخ السوداني بيرجع للقاء، اعتقد دي درس من الدروس النهارده بنتعلمه في المباراه. بالتاكيد يعني بالتاكيد، ويمكن الفرق كلها على مستوى عالي جدا، يعني حتى فرق المستوى الرابع يعني بتعمل نتائج كويسه. المريخ قدم مباراه هايله، ومع سان داونز قدم مباراه هايله، ومع الهلال قدم مباراه هايله، مستوى في تقدم يعني في المباريات، ودي حاجه تحسب الجهاز الفني بتاعهم واللعيبه بالتاكيد يعني. لكن احنا كمان كنا مهم ان احنا نكون في وضعنا، ان نحطه في وضعنا افضل شويه من اللي قبل اللقاءين. يعني البطوله مختلفه في كل حاجه، في مستوى الفرق اللي بتقابلها، في حسابات الفرق وهي بتقابلك كمان يعني، فانت كمان لازم يكون عندك تركيز. الفتره اللي جايه محليا وافريقيا مش عايزه غير دماغ فاضيه خالص مركزه في كره القدم بس. يعني كابتن سيد، الملف التحكيمي انا مش عايز اتكلم فيها بس في بعض النقاط، الفار لازم يطبق من ادوار المجموعات، النهارده شفنا اكتر من قرار تحكيمي، ضربات جزاء عليه علامات استفهام، الفار لازم يكون موجود في دور المجموعات. بص يعني انا حته بس ان انت تتكلم على عنصر مهم جدا في الكوره، ده مهم جدا ان انت تتناوله. يعني في ناس بتزعل من الكلام ده ما اعرفش ليه، يعني انت المنظومه كلها يعني بتحسن من مستواها وادائها، الناس بتجيب لعيبه بالملايين من بره، بتجيب مدربين من بره، بتجيب محللين من بره او من جوه على اعلى مستوى، مدربين، منظومه بتدفع فيها ملايين الملايين. اعتقد ان ده ملف على المستوى الافريقي، على المستوى الافريقي والمحلي لازم تتعدى الترتيبات. يعني ما فيش حاجه اسمها عاطفه في حاجه زي، في عنصر مهم جدا بيبقى له قرارات زي كده. يعني الراجل ده انا ما شفتوش من سنتين بالظبط، من سنتين ايه يعني، ما افتكرش ابدا في اخر ثلاث نسخ انه حكم لنا مباراه، ما افتكرش. اخر مباراه ادارها وانا موجود كانت مباراه بيت فيست في 2017، تخيل اخر مباراه ده ادارها لنا وانا موجود. ممكن الفتره اللي انا ما كنتش موجود فيها ادار مباراه اشك، لكن ما اقدرش حاجه خالص. بتدي له النهارده مباراه مهمه جدا ومصيريه جدا. الفكره مش ان انت على فكره تغلط او يبقى في تقديرك مش مظبوط اصلا، الفكره نفسها ان انت عندك الامكانيات ان انت تكون ولا لا. يعني شغلانه صعبه جدا لكن لها مقومات. على العموم هقفل الصفحه ديت، خلينا نخش في صفحه بيراميدز و بتأجيل مباراه بيراميدز ولا الاستعداد شهرين. هل هيتم تأجيله؟ احنا مركزين، احنا عندنا ماتش يوم الثلاث، بعديها هنسافر على طول. هي دي حسابات كره القدم، زي ما قلت لك الناس كلها اللي عندنا واللعيبه اللي عندنا كلها لازم تبقى دماغها ما عندهاش غير كره القدم بس، سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. طيب هنروح بقى بعد كده، وزي ما بدات انا كلامي النهارده وفكره هنا الاخطاء التحكيميه اللي عايزين نقف عندها شويه، لو وقفنا عندها على فكره كتير قبل كده وهنقف عندها برده في المستقبل، دي حاجه مش هتبقى جديده يعني.